الهدف من مشاركة وزارة التجارة والصناعة في قمة الويب سامت هو للمشاركة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية. دورنا اليوم أن احنا نروج لرواد الأعمال والشركات العالمية للدخول لسوق القطري وتأسيس أعمالها من قطر. نعمل مع جميع منصات الأعمال في الدولة على تيسير خطوات تأسيس الأعمال للشركات. اليوم موقع دولة قطر موقع استراتيجي لدينا العديد من العلاقات الثنائية مع مجموعة من الدول الشريكة تعطي الشركات فرصة وميزة استثنائية لتأسيس أعمالها في دولة قطر. جميع هذه الركائز تعتبر جاذبة للشركات لتقديم خدماتها لها والانطلاق من قطر إلى المنطقة. مشاركة وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في قمة الويب في لشبونة ساعدنا للإعداد لقمة الويب اللي ستقام في قطر إن شاء الله في فبراير 2024. من أهم المبادرات اللي تقوم عليها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هي تعزيز الاستثمارات التقنية والتكنولوجية في دولة قطر اللي تساعدها بالنهوض بالتحول الرقمي وزيادة الازدهار في الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. انعقاد قمة الويب في دولة قطر بيعزز من مكانة دولة قطر الدولية وبيجذب الانتباه والاهتمام من المنظمات الدولية للنظر للقاعدة التكنولوجية الموجودة في دولة قطر وكيف احنا بنساعد الاستثمار فيها من خلال استضافة قمة الويب في دولة قطر.